بعد تشكيل القائم المشتركة اكتشفنا أنه إحنا أقرب لبعض أكثر مما كنا نظن متفقين على نفس الأشياء إلنا هم واحد وبرنامج سياسي مشترك بفضل هذا التحالف الشامل راح يكون تأثيرنا أكبر رايحين نرفع قضايانا وندافع عن أهلنا ونحارب العنصرية والتمييز هاي الوحدة بترسخ هويتنا الوطنية وعملنا الجماعي هاي مش بس وحدة أحزاب بل إرادة ووحدة شعبنا كله العنصرية رفعت رأسها فأراد العنصريون كنيسة خالية من العرب توطئة لبلاد خالية من العرب لنصبح بفضلكم القوة الثالثة في الكنيسة المطلوب منا جميعا قلب واحد بهمة واحدة نبذل كل مجهود حتى نوصل 15 مقعد في عيونهم هو حصان طرواده في عيون محبيه في عيوننا هو احمد العربي وتصوروا لو ان الكنيسه الاسرائيليه في 15 احمد العربي كان وضعنا نصار باحسن حال 15 شوكي في حلق الاحتلال او في حلق اسرائيل في حلق الكنيسه الاسرائيليه والعنصريين والفاشيين في هذا الكيان الاسرائيلي هو طبعا يعني عهدناه بمواقف صامدة بمواقف بطولية في هذا الكنيسة الإسرائيلي وما زال وأملنا بأن تستمر هذه المسيرة وهذا العطاء وهذا هذه الكاريزما التي نفتخر بها ونحتفي بها دكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير أهلا بك أهلا وسهلا فيك أحمد العربي هنا معنا في احنا تي في في هذا البث المباشر وحصان طرواده في عيوني لما بيحكوا لك انك حصان طرواده شو شعورك بكون دكتور يعني عندما ينقض عليك عدوك او خصمك انت تشعر بالفخر مهما قال جزء منهم لا احترمهم ولكن ولا اعلق على اقوالهم جزء من الخصم احيانا تحترم خصمك وتتعاطى مع ما يقول وجزء تحتقره تماما تتجاهله وكانه هواء في عدد من النواب من اليمين هم هكذا هكذا كنت اتعامل معهم ولكن لا شك انهم يتاثروا بما اقول يتاثروا بما افعل ولذلك دائما احنا رافعين ضغط دمهم ف <applause> هكذا يجب ان يكون يجب الا يشعروا بارتياح بوجودنا وانا اتحدث عن الفاشيين وعن العنصريين نحن لهؤلاء يجب ان نكون في المرصاد بمعنى يجب ان نرد عليهم ممنوع يشعر العنصري او الفاشي ليبرمان او بنت انه الساحه متروكه له انه ما حدا برد عليه انه نبتسم له لا هذا آه آه مش طريقي و قد يشعر العنصري هكذا انه انتصر او يعطي شعور انه هزمك لا نحن اصحاب حق لدينا ما نرد بكل صغيره وكبيره هكذا كنا وهكذا سنبقى نعم دكتور احمد الطيبي يعني من الامور التي يعني تزعجنا في هذه الحمله الانتخابيه واي حمله انتخابيه شو عملوا لنا اعضاء الكنيسه العرب شو سووا لنا ولكن هذه فرصة لتثقيف الناخب العربي لتثقيف المشاهد الآن معنا في هذه السهرة أحمد الطيبة على اسمه في 12 قانون أقر في الكنيسة الإسرائيلي وهذه فرصة لإخراس هؤلاء وأعطين فكرة يمكن أنت حضرتك من أعضاء الكنيسة مع أكبر كم من القوانين اللي سنت في الكنيسة الإسرائيلي على اسمك الحقيقة نسمع أحيانا ماذا فعل لنا النواب بعض المستثقفين آه على الفيسبوك إيه اللي كتبوا انت ما سنتش ولا قانون آه آه يعني هؤلاء انا لا احترم آه ما يقولون البعض يجهل لا يتابع مع انه الاعلام العربي والصحافه العربيه تنشر عن هذه الانجازات لان احنا يعني آه نساهم في نشر هذه الإنجازات لكي تصل إلى المتلقي إلى الجمهور إلى المواطن آه ليبرمان دائما يدعي أنه إحنا بنسويش إشي ومنشغلين في القضايا العليا وال... آه قضايا السلم والحرب أولا يجب أن ننشغل ثانيا ليبرمان وأنا دخلنا الكنيسة سوا 99 أنا سنيت 12 قانون هو سن صفر قوانين <applause> مع انه يمكن يكون الايمج او الفكره مختلفه عند الناس والقوانين اللي سنيتها جزء منها مكثت سنوات وانا اشتغل واحطم بحواجز واقنع نواب اتقدم مرات متر واتراجع عشره بسبب الاعتراض وفي نهايه المطاف نجحنا في سن مثل هذه القوانين، قوانين اجتماعيه مثلا قانون المهن الطبيه المسانده، عندما يخرج طب طلابنا اللي احنا بنرسلهم منح عاده للجامعات الاردنيه مثلا يتعلموا آه علاج طبيعي، علاج وظيفي، نطق وسمع الى اخره، كانوا يعودون للبلاد والقانون يمنعهم من العمل في الاماكن الطبيه الصحيه العامه مثل مستشفيات صناديق المرضى. خمس سنوات وانا اعمل لحد ما سنيت قانون يلزم المستشفيات وصناديق المرضى بفتح ابوابها واستقبال واستخدام هؤلاء الخريجين انا فخور بأن هذا القانون ساعد الالاف نعم. في البلاد من اللي تعلموا جوا وتعلموا برا آه هذا انجاز قوانين <applause> التعويض على التاخير في الرحلات الجويه ومنع المسافرين من الصعود الى الطائره يتعلق بالعرب عرب. يتعلق بالعرب تعويض مالي فوري بشكل غير مسبوق من اصعب القوانين اللي سنتها قانون معاقبه ومضاعفه عقاب من يطلق النار في الاعراس جزء من من حملي لملف مكافحه العنف والجريمه والسلاح قوانين حول منع الفساد في المجالس المحليه قوانين حول البيئه حول الحيوان كل هذه تدل على منظومه فكريه منظومه عمل اللي عملت منذ دخلت الكنيسه عليها ونجحت في سن هذا الكم الذي لم ينجح به اي نائب عربي منذ بدايه الكنيسه حتى هذا اليوم وليس سهلا سن القوانين ليس سهلا مهمه كبيره فيكون النائب في مركزها ولكن الطاقم والمساعدين والمستشارين أذكر أنه أحد القوانين وهذه يجب أن نقولها لصالح المحامي أسامة السعدي النائب بعد يومين إن شاء الله إن شاء الله آه هو مثلا كتب نص قانون الإعفاءات الضريبية لكرة آه في الجنوب في آه النقب وقدمته والحكومة قدمت شيء مشابه ومر هذا القانون إعفاءات ضريبية لهذه البلدات قبل سنوات عديدة، هذا نموذج من العمل المشترك من عمل طاقم لقضايا حياتية تساعد المواطن في كل نواحي حياته دكتور كان كثير مهم انه نشرح لهؤلاء المستثقفين حبيت هالكلمة على الفيسبوك انا بسميهم مفككيه على الفيسبوك الصراحه ولكن ايا كانت التسميه هي بالفعل كانت ايجابيه لاخراس يعني اخيرا نرتاح من هذه الجزئيه دكتور والعمل هو ليس فقط قوانين هو طرح قضايا في اللجان في الهيئه العامه في القاعه آه، آه، انجازات عبر اللجان تحويل ميزانيات عبر لجنه الماليه ووزاره الماليه ووزاره الداخليه وانت في تحويل ميزانيات لكثير من ملايين آه، الشوارع طبعا البلدات العربيه احنا هون بالناصره أيوة. مستشفى المستشفى الانجليزي 3 مليون شيكل نعم. آه، انا فخور بهذا الانجاز هذا واجبي آه، 7 مليون شيكل لتطوير استاد الطيبه 3 مليون شيكل للواد في الطيبه لاقامه أربع مليون 3 مليون شكل لاقامه بيت الشعب في الطيبه قريبا سيبدا العمل فيه نعم. وبلدات اخرى آه. آه. هكذا ربما يسموه شيء اخر نعم. وإنجازات آه. استاد الدوحه القصر الثقافي في الطيبه آه. آه. اتمام بركه سباحه في كفر مندا يمكن الانسان البسيط ما يعرفش بس بالنسبه لصاحب الشان هو انجاز كبير نعم دكتور اسمح لي يمكن هذا شعور عندي وانا يعني لا يخفى باني من من محبي الدكتور احمد تسلمي <applause> لا اخفيها يعني ابدا ولكن شعرت بانه حضرتك عندي شعوري هذا الخاص وكانك كنت مصدوم بمعنى انه احمد الطيبي كان من الممكن ان يكون في مقعد متقدم اكثر وربما هو اكثر من غيره قدم تنازلات من اجل انجاح هذه الوحده وهذه الشراكه بين الاحزاب العربيه لولاده قائمه مشتركه اكتفي بوصفك الدقيق حاضر <applause> <applause> وانا اكتفي بهذه الاجابه دكتور مؤخرا كان في فيلم عنك اسمه احمد العربي اليس كذلك؟ نعم في فضائية مع نعم كيف شعورك اني يعني عم بعمله وانت تستحق هذا اللقب احمد العربي كيف شعرت يعني بذلك؟ هم يرافقوني خلال هذه الفتره الانتخابيه من بلد لبلد من اجتماع لاجتماع مهرجان مهرجان ورافقوني ايضا بالرمله في حي في سكنه الجمل اللي كنت العب فيها انا امي من الرمله نعم. أبوي من ياففه كنت ازور الرمله كثير مع والدتي بس كنا نروح عند دار جدي و والدي الوالدي راضي عن ادائك دكتور كما هي دائما دعواتها تستشير دائما انت تستشيرها انت بتستشيرها في بدنا دعواتها احنا نعم. دعواتها وهي تكثر من الذهاب للمسجد الاقصى نعم. وهناك الدعوات مستجابه اكيد نعم. آه. دكتور بعد فيلم احمد العربي يمكن بخلينا هذا يرجعنا لبداياتك ومعرفتك الوطيده بياسر بي عرفات الرئيس الراحل نعم. الفلسطيني الراحل ربما اليوم بعد هذا الرحيل وهذا الفراق الطويل وبعد هذا هذه المسيره الطويله في المحافل الدوليه والمحليه وعلى الصعيد الداخل الفلسطيني المحتل، ماذا تفتقد بشخص القائد ياسر عرفات؟ انا افتقده هو. نعم. افتقد التواجد الى جانبه، افتقد ياسر عرفات كان يعطي لكل شخص يحيط فيه شعور بانه الاهم. لكل من يحيط فيه، لأنه كان والد الجميع. هو ليس صدفة أبو الأمة، لكن حتى اللي بيشتغلوا بجنبه في الدائرة القريبة، كان يعطيهم هذا الشعور الأبوي الحار والدافئ. وهذه الكاريزما المتدفقة في شخص أبو عمار كانت طاغية على من هم حوله، وخاصة أولئك الذين يجلسون معه لأول مرة. كان كان ياتوا مع فكره ياسر عرفات كذا اللي مش فلسطيني يخرجوا بشعور اخر ان الرجل سحرهم التاتش الشخصي الملامسه الشخصيه لياسر عرفات هي شيء غير طيب. معقول. لو فرضنا يعني يعني فرضيه ممكن تكون حزينه نوعا ما بانه القائد ياسر عرفات حي بيننا وجئت اليه الى المقاطعه ببشرى القائمه المشتركه وهذه الوحده، شو كان كيف كنت راح تحكي له اياها وماذا سيكون رد من معرفتك؟ فيه؟ انا على يقين انه سيكون بالغ السرور، بالغ السرور. فكره الوحده عنده فكره اساسيه م. مهمه ولكن كان في قلبه مكان كبير وخاص لنا هنا في الداخل م. كثير وكان يحب يسمع واذا احنا ما حكيناش كان هو يسال فلذلك انا يعني متاكد على بركه الله كان حيقول فورا على بركه الله وكان سيبارك هذه الخطوه طيب ننتقل الان الى يعني اشكاليات شكلي اكثر تعقيدا يعني من طبعا الدكتور احمد الطيبي لا يكل ولا يمل وكل يوم في بلد وساعات طويله مع الناس وكل مثلا الليلات. الان حرام عليكم أن انتم جايبين وأنا كنت راح ازعل منك على ما دكتور ونحن في اللحظات الاخيره من حملة الانتخابية وصوتنا تقريبا والتعب باين عليك يعني نعم دكتور عشان كملت لك شيء تسلمي تسلم شكرا <applause> طيب آه آه ولكن يمكن من احتكاكك بالميدان مع الناس مع الناخبين الجمهور الاصعب بحسب رايك منهم ما فيش جمهور اصعب جمهور اسهل آه بالنسبه لي القبول والحماس اكثر شيء عند جيل الشباب آه المتابعين لنشاطي بقوه آه تقريبا يعرفوا ما اقول والجمل التي استخدمها والمفردات ويرددوها عن ظهر قلب في كل مهرجان آه ينتظرون بعد المهرجان آه اللقاء بهم دائما حار ودافئ آه احب هذه اللحظات جدا اللقاء آه مع الشباب وطبعا هناك فئه من الذين ليسوا مقتنعين بالكنيسه او بالانتخابات من باب شو بدها تجيب لنا وشو عملوا لنا وانا لا اتحدث عن المقاطعين العقائديين في غالبيه الذين لا يشاركون في الانتخابات من باب الاحباط الياس 10 عقائديين نحترم هذا الطرح نحترم طرح العقائديين نختلف معهم نتناقش آه، الآخرين اللي بسبب اليأس والإحباط نقول لهم أنه اليأس والإحباط ليست أداة لحل المشاكل هي ليست دواء إنها المرض ولذلك لا يمكن أن تجلس بالبيت تتذمر وفي إيدك ورقة أو حق التصويت والتأثير وأن تتركه فقط لأنه أصبت بالإحباط فجأة نعم. هذه ليست طريقة الطائفة الدرزية وإشكاليات التصويت فيها وربما كمان هذا الجمهور نريدك أن توجه من خلال هذا البث رسالة له ماذا تقول؟ الشباب في الطائفة العربية المعروفية في الطائفة العربية الدرزية يعرفوا أنه على تواصل إحنا وقديش أنا أحترم هؤلاء الشباب وأحترم أحيانا الأسئلة التي يطرحونها عن واقع الشباب في الطائفة العربية الدرزية وعن انعدام المساواة نضالنا مشترك لتحقيق مساواة واقع مدني جديد نغير هذا الواقع نرفض فكرة المواطنة من الدرجة الثانية والثالثة آه آه كنت معهم وسأبقى معهم بعد الانتخابات ليبقى هذا الصوت مرفوع في نضال مشترك من أجل بلداتهم من أجل حقوقهم من أجل شبابهم القائمة المشتركة جاءت لتغطي وتعكس كل فسيفساء مجتمعنا العربي في الداخل المسلم المسيحي والدرزي في قارب واحد هو قارب القائمة المشتركة نعم وسؤال الأخير لك دكتور حضرتك دكتور نساء على ما أعتقد توليد نساء وتوليد نعم لو بدنا نوصف بالتوصيف الطبي من الدكتور احمد الطيبي لحاله الولاده هذه لخمسة عشر مقعد، بالمناسبه انت اول من من طرح فكره انه رح نجيب عشر مقعد وقدت حمله غير مباشره على الفيسبوك من خلال خمسة 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 ولكن يعني توصيف طبي كل حالة هذه الولاده في مراحلها الاخيره كيف كنت بتوصفها؟ نحن في الطريق الصحيح آه آلام الولاده طبيعية حتى الآن، آه كلما نقترب من النهاية أرى آه هذا المولود ونريد أن يكون وزنه منيح، صحته <applause> كويسة، ولا أرى سبباً ألا يكون آه كذلك وسيصرخ فور ولادته انا احمد العربي واو ضاد علمي شكرا لك دكتور احمد طيبي بعد الفاصل نحن هنا مش كنا زعل مني باقي المرشحين بس مع دكتور جمال زحالقه وهذا البث الحصري والمباشر على احنا تي في لتحفيز النخبين وشحذ الهمم بعد تشكيل القائمة المشتركة اكتشفنا أنه إحنا أقرب لبعض أكثر مما كنا نظن متفقين على نفس الأشياء إلنا هم واحد وبرنامج سياسي مشترك بفضل هذا التحالف الشامل راح يكون تأثيرنا أكبر راحين نرفع قضيانا وندافع عن أهلنا ونحارب العنصرية والتمييز هاي الوحدة بترسخ هويتنا الوطنية وعملنا الجماعي هاي مش بس وحدة أحزاب بل إرادة ووحدة شعبنا كله العنصرية رفعت رأسها فأراد العنصريون كنيسة خالية من العرب توطئة لبلاد خالية من العرب لنصبح بفضلكم القوة الثالثة في الكنيسة المطلوب منا جميعا قلب واحد بهمة واحدة نبذل كل مجهود حتى نوصل 15 مقعد